يلا بسرعة يا جماعة، تعرفوا بس توصل سمرخان وما عاد فينا ناخد ولا صورة. آه بس أوعكم تطلعوني سمينة بالصور. ها ما بعرف ليش عم بطلع بالصور سمينة كتير. مستحيل هالشي. آه إنجي حبيبتي كيفك؟ من زمان ما شفنا بعض. نحن دائما هون، بس حضرتك اللي ما عم تجي. ما في شي بيستاهل المواقف المعتادة عليها. بس براس السنة ما بدنا نهرب لأي مكان، طالما بدنا نحاول كل هالقد لازم نشارك فريق كامل بهالحفلة. طبعا طيب. يا روحي لازم نخلق مورد كبير. عن إذنكم. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا، كيفك حبيبتي؟ والله مثل ما لك شايفة. وهي إجت سمر. مرحبا. أهلين نهال. مرحبا. أهلين سمر. نهال شو الأخبار؟ خلصنا يا جماعة، بعدين رح نقدم لكم تصريح بكل شي بخص الفعاليات تبعنا. حاضر مدام. وهلأ عن إذنكم اجتماعنا رح يبدأ. بتشكركم. بغياب انتخبتوها لأماما رئيسة ولا شو عملتوا؟ كيف صحتكم؟ شكراً لك. ماشي الحال. الحمد لله حبيبتي. شي حلو كتير نشوفك هون. سمر حبتني إني أخذ شي مهمة كمان. حلو كتير. سمعتوا؟ عم تشارك معنا خانم كتير حلوة. برافو عليها والله. كيف صحتك نهال؟ الحمد لله. وأنتي كيفك؟ انبسطت بشوفتك كتير. كتير انبسطت يا نهال، منيح إنك إجيتي. رح يكون تغيير بالنسبة إلي. أول خطوة بحياة الجمعية مهمة بالنسبة لإلي. بركي بدك تعني للكل شغلة حلوة اليوم، مين بيعرف؟ شو رأيكم نبدأ؟ كتير طبعاً حلو. طبعاً يلا خلونا نبلش. تفضلوا تفضلوا. ما قدرنا نحكي بالموضوع بنوب. عن أي موضوع؟ الموضوع يلي كنتي حابة تفتحيه معي وأنا كنت أتهرب منه دائما. لا تخافي حبيبتي، عن قريب الكل رح يكونوا عم يحكوا بهالموضوع. ماما يلا. يلا حبيبتي جايين، بس نرجع على البيت بنحكي بالموضوع. إن شاء الله يكونوا محضرين برنامج حلو. إن شاء الله. فضلوا. مرحبا يا جماعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي. قعدي هون. شكرا إليك. بناء على الاجتماع الماضي أنا حضرت برنامج عمل جديد رح وزعه عليكم، خلي الكل يشوفه وبعدين بنحكي فيه. ميرسي.